بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الأول. دعوة الإسلام وقوله تعالى وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، من ضمن هذا الكتاب المبارك فضل الإسلام هذا الباب، وهو فيه أن هناك من يخرج من الإسلام، هناك من يتسمى بالإسلام ولكنه يخرج منه بسبب أنه يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فيظن أنه مسلم وهو غير مسلم. مثال ذلك الذي يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يصلي ويصوم، هذا مسلم، لكنه إذا دعا غير الله، استغاث بغير الله، ذبح لغير الله، أشرك بالله، خرج من الإسلام، لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. فإذا عمل أو قال قولا أو اعتقادا يخالف الإسلام فإنه لا يكون مسلما ولو كان ينتسب إلى الإسلام. وما أكثر ما يحصل هذا، وهذا مما يوجب على المسلم أن يحذر وأن يتعلم ما هو الإسلام الصحيح وما هي مبطلات الإسلام ونواقضه حتى يتجنبه. أما إذا كان يجهل هذا إنه يقع فيه ويخرج من الإسلام وهو لا يشعر. الله جل وعلا يقول ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين، سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم، ما هي ملة أبينا إبراهيم؟ هي التوحيد والإخلاص لله عز وجل والبراءة من الشرك وأهله، هذه ملة أبينا إبراهيم. وما خالفها فإنه كفر وشرك بالله عز وجل. وهذه دعوة الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، يدعون إلى إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هكذا. نعم. عن الحارث بن الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. نعم، هذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بخمس، آمركم بخمس. الأولى السمع والطاعة، يعني لولي أمر المسلمين، لأنه لا يستقيم الأمر إلا بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين. المسلمون لا يصلحون متفرقين مختلفين، لا بد أن يجتمعوا، لا بد أن يجتمعوا ويتوحدوا، ولا يجتمعون إلا على إمام وولي أمر، ولا تحصل الإمامة وولاية الأمر إلا بالسمع والطاعة. لكن في غير المعصية كما قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق. أما الأمر بغير المعصية يجب السمع والطاعة لولي الأمر، وإلا ما يتم اجتماع المسلمين ولا تتوحد كلمتهم ولا يكون لهم جماعة ينظرون تحتها. هذه واحدة، السمع والطاعة. الذي لا يسمع لولي الأمر ولا يطيع هذا ليس من الجماعة، خرج عن الجماعة. من خرج عن الجماعة كما سمعتم فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، هذا وعيد شديد. الأمر ليس بالهين أن الإنسان ينعزل عن المسلمين ويختلف عن المسلمين باجتهاده هو ورأيه هو، فلا بد من الاجتماع من أجل أن تتوحد كلمة المسلمين وتتم مصالحهم ويقوم أمرهم. الثاني الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله لإعلان كلمة الله. الله جل وعلا أمر بالدعوة أولا، دعوة الكفار والمشركين إلى الإسلام، لأنه هو دين الله عز وجل وما عداه فهو باطل. فلا بد من الدعوة إلى هذا الدين، فمن استجاب وقبل الدعوة الحمد لله، ومن أبى فلا بد من الجهاد وهو القتال لإعلاء كلمة الله عز وجل ومحو الشرك من الأرض. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ويكون الدين كله لله، ما يكون الدين بعضه لله بعضه لغير الله، لأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، فهو المستحق للعبادة. ولا دين إلا دين الله جل وعلا، أفغير دين الله يبغون وله أسلم أي انقاد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. جميع المخلوقات منقادة لله، إما طوع واتباع للشرع طاعة للرسل، وهؤلاء هم المسلمون في كل زمان ومكان، أو كرها ينقاد كرها لأقدار الله وقضاء الله، تجري أقدار الله وقضاءه على الكفار وعلى المسلمين. هذا لا يخضع لله كرها لا طوعا. فالدين هو دين الله جل وعلا، لا دين سواه، ولا يقبل الله من أحد سواه يوم القيامة. أما دام الأمر كذلك فلا مجال لبقاء دين غير دين الإسلام. فلا بد من الجهاد لتوحيد العبادة لله عز وجل التي خلق الله الخلق من أجلها وأرسل الرسل لبيانها وأمر العباد بها. جهاد في سبيل الله وهو القتال، قتال الكفار والمشركين إذا أبوا أن يقبلوا الإسلام. الجهاد فرض على المسلمين حسب الاستطاعة. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم عسى أن تكرهوا شيئا فهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا فهو شر لكم. الجهاد فرض، ولكن على حسب الاستطاعة. إذا كان عند المسلمين قوة ومقدرة على غزو الكفار وتكوين الجيوش فإنه يجب عليهم ذلك، ولا بد من وجود الجهاد. وجوده فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وبقي في حق البقية سنة من أفضل العبادات، وإذا لم يكن به من يكفي يأخذ الجميع. الجهاد فرض أو كفاية لا بد منه. أما إذا كان المسلمون ليس عندهم استطاعة فإنهم ينتظرون إلى أن يقووا ويكون عندهم قوة. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة بعد البعثة 13 سنة مقتصرا على الدعوة إلى الله عز وجل، ولم يؤمر بالجهاد لأن المسلمين لا يقدرون في تلك الفترة على الجهاد. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصار له أنصار وأعوان فرض الله عليهم الجهاد لأنهم يقدرون عليه. هذه المسألة الثانية أو الكلمة الثانية: الجهاد في سبيل الله. نعم. والهجرة مأخوذة من الهجر وهو الترك. الهجر هو الترك، ترك الشيء. قال تعالى: والرجز فاهجر. والرجز هو الأصنام، هجرها تركها. هذا في اللغة. الهجرة هي الترك، ترك الشيء، هجره إذا تركه. وأما في الشرع فالهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، فرارا بالدين. فلا يبقى المسلم مع الكفار وهو يقدر على الهجرة إلى المسلمين، إلى بلاد المسلمين، لأنهم إذا بقي عند الكفار فإنهم يؤثرون عليه ويتأثر بهم أو يمنعونه من عبادة الله عز وجل ويجبرونه على الكفر. فلا بد من الهجرة مع القدرة. والله توعد الذين لم يهاجروا وهم يقدرون على الهجرة شحا بوطنهم أو بأموالهم أو الله جل وعلا يقول: إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي تركوا الهجرة. قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. أي مستضعفين في الأرض تبقون؟ انتقلوا. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إذا كنتم مستضعفين في هذه الأرض فلماذا لا تنتقلون إلى أرض تكونون أقوياء فيها؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، بدل ما يكون مضيق عليه في هذه البقعة يجد أرضا واسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، كان الله غفورا رحيما. إذا ماته في الطريق فقد كتب الله له أجر الهجرة، هذا فضل عظيم. مش حاصل أن الهجرة لا بد منها، وهي قرينة الجهاد، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، الهجرة قرينة الجهاد في سبيل الله وفيها فضل عظيم. نعم. الرابعة الجماعة، أن تلزم جماعة المسلمين ولا تشد عنهم، لأن الجماعة عصمة. كونك مع الجماعة هذا قوة وعصمة، كونك تنعزل هذا فيه خطر عليك وعلى دينك. فكن مع جماعة المسلمين ومع إمام المسلمين، لا تشد عنهم. الذي يخرج عن الجماعة وعن السمع والطاعة هذا قد خلع رقة الإسلام من عنقه كما في الحديث. وفي الحديث الآخر من فارق الجماعة ومات فميتته جاهلية. يجب على المسلم أن يكون مع المسلمين ولا يشد عنهم، يكون معهم ببدنه ويكون معهم برأيه وقوله وفعله، وقد يكون معهم ببدنه لكن يخالفهم في الرأي، يكون له رأي آخر، لا هذا ما يجوز، يكون مع جماعة المسلمين ببدنه وفي رأيه وقوله وفعله، ما يشد عن الجماعة. وأشد من ذلك إذا حمل السلاح على المسلمين، فقد نقض البيعة وخرج عن جماعة المسلمين، صار من الخوارج، يجب قتاله ويجب الأخذ على يده. أما إذا رأى رأي الخوارج وصوبه لكنه لم يحمل السلاح، هذا يكف عنه، ولكنه من الخوارج، إذا مات على هذا فهو من الخوارج. إذا اقتصر على الرأي ولم يحمل سلاحا ولم يحمل خروجا، وإنما اقتصر على رأيهم ورأى أن رأيهم صواب، يكون معهم، يحكم عليه من الخوارج. نعم. فإنه من فارق الجماعة قيد شبه فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، أن يتوب إلى الله. هذا فتح مجال لمن سولت له نفسه أو زين له دعاة الضلال لينوله الخروج عن الجماعة، الله فتح له الفرصة لأن يتوب ويراجع. من تاب تاب الله عليه. نعم. ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه مثل جهنم. فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام. قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح. واجب على المسلم أن يتبرأ من أمور الجاهلية، أن يتبرأ من أمور الجاهلية ولا يتشبه بأهل الجاهلية، لأن الجاهلية كفر ولا يتخلق بأخلاق أهل الجاهلية. والجاهلية هي ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الجاهلية، ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية العامة وجاء العلم والقرآن والسنة، زالت الجاهلية العامة ولله الحمد. لكن قد يبقى هناك جاهليات في بعض الأشخاص أو في بعض البلدان أو بعض القبائل، قد يبقى بقايا من الجاهلية، لكن الجاهلية العامة زالت بالإسلام ولله الحمد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والرياء على المريض. من فعل شيئا من هذه الخصال فقد فعل شيئا من الجاهلية، يكون فيه جاهلية. ولما عير أحد الصحابة أخله من الصحابة بأمه، قال له: يا ابن السوداء. قال له صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال صلى الله عليه وسلم: عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيه صفة من صفات الجاهلية. فالفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، الاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت، هذه كلها من أمور الجاهلية، يجب على المسلمين أن يتركوه. وكذلك العصبية القبلية، الإنسان يتعصب لقبيلته. المسلمون كالجسد الواحد، ما في فرق بين مسلم ومسلم، المسلمون كلهم كالجسد الواحد وكالبنيان، لا يتميز بعضهم عن بعض بنسب ولا بحسب ولا، كلهم مسلمون، يد واحدة وبنيان واحد وجسم واحد. لا أحد يتعصب لقبيلته أو لرئيسه أو لشيخه، هذا من أمور الجاهلية. تعصب هذا من أمور الجاهلية، هم اللي يتعصبون. أما المؤمن فإنه يرجع إلى الحق مع من كان، يقبل الحق مع من كان وينقاد له، سواء كان الحق مع رئيسه أو مع قبيلته أو جماعته أو مع غيرهم من المسلمين. في إحدى الغزوات تشاجر شخص من الأنصار مع شخص من المهاجرين، اقتتلا يعني تضاربا. فقال المهاجر يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها ممكنة. ألا يجوز للإنسان يتعصب لقبيلته أو يحتمي بقبيلته، بل يحتمي بالمسلمين عموما، ما يحتمي بقبيلته فقط. النبي صلى الله عليه وسلم عدى هذه النحوة من الجاهلية. والله جل وعلا يقول: ولا تبرجنا، يعني لنساء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. ويقول سبحانه وتعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ويقول جل وعلا: إذ جعل الذين في قلوبهم مرض، نعم، جعل الذين في قلوبهم مرض حمية الجاهلية، حمية الجاهلية وتبرج الجاهلية ودعوة الجاهلية، كل هذه مرفوضة. نحن مسلمون، أعزنا الله بالإسلام، كما قال عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. العزة إنما هي بالإسلام، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. هذا هو أمور الجاهلية، الواجب ربها وتركها، الابتعاد عنها. نعم. والشيخ كما تعلمون له رسالة اسمها مسائل الجاهلية، ذكر فيها عدة أمور من أمور الجاهلية للتحذير منه، أكثر من 100 مسألة أو أكثر من 120 مسألة، كلها من مسائل الجاهلية، يجب على المسلم أن يتجنبها. نعم. قال الشيخ: فإنهم منافقون. أعد العبارة. قال: ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. نعم، من جثى جهنم. هذا وعيد شديد، فوعده لأنه يكون من أهل النار بسبب أنه دعا بدعوى الجاهلية. والواجب أن المسلم يدعو بالإسلام لا بدعوى الجاهلية، بالأخوة في دين. نعم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فهو بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. نعم، يكون من جثى جهنم ولو صلى وصام، يعذب بهذه الخصلة، والمؤمن قد يعذب في النار وإن لم يكفر، لكنه قد يعذب بكبيرة النار ويخرج منها بعد ذلك. نعم. وفي الصحيح: من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. نعم، هذا أيضا في الحث على لزوم الجماعة. من فارق الجماعة قيد شبر ولو قليل أدنى مفارقة للجماعة ومات على هذا ولم يكن، هذا فيه فتح مجال لمن ابتلي بشيء من الشذوذات والمخالفات، فتح الله له المجال أن يتوب قبل الموت. أما إذا مات فإنه يميت ميتة الجاهلية، يعني يموت ومعه خصلة من خصال الجاهلية. نعم. وفيه بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. نعم، هذا في القصة التي ذكرناها لكم في إحدى الغزوات، لما اقتتل شابان، واحد من المهاجرين وواحد من الأنصار، وكل منهم انتقى بجماعته. المهاجر انتقى بالمهاجرين، والأنصاري انتقى بالأنصار. هذا من أمور الجاهلية، ولا يسلم، ما يجوز أنه يدعو بدعوى الجاهلية. نعم. قال أبو العباس: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزائر الجاهلية. قال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا ما هي الجاهلية. الجاهلية كل ما خرج عن الإسلام، فهو جاهلية. من إيش؟ من دعوة الإسلام والقرآن. نعم، قال أبو العباس كل ما خرج عن دور الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو الإسلام والقرآن. الواجب على المسلم أن ينتسب إلى الإسلام وإلى القرآن، ولا ينتسب للقبيلة أو البلد يعتز بالقبيلة، بل يعتز بالإسلام، أو من بلد، أنا من بلد كذا يعتز ببلده. البلاد المسلمين كلها سوا، كلها سوا، لا ميزة لبعضها على بعض إلا ما ميزه الله كمكة والمدينة. وأما بقية بلاد المسلمين كلها سوا في المشرق أو في المغرب، في النسب أو في البلد أو في الجنس. يعني يقول أنا عربي وأنت عجمي، أنت ما بنت خير، أنت من العجم وأنا عربي، هذا ما يجوز. ما دام إنه مسلم فهو أخوك، إنما المؤمنون عرب وعجم، جن وإنس، كلهم إخوة بالإيمان والإسلام، فلا يعتز بجنسه أنه عربي وهذا أعجمي. نعم. أو مذهب أو طريق أو مذهب المذاهب العلماء، فمذاهب العلماء ما يجوز أن نتعصب لها، إنما نأخذ بالدليل، ما وافق الدليل أخذناه، سواء كان قول إمامنا. كل العلماء أئمة لنا ولله الحمد، كل أئمة أهل السنة أئمة لنا. أبو حنيفة إمام لنا، الشافعي إمام لنا، المالك إمام لنا، أحمد إمام لنا، ما من تفرق، أنا حنفي وأنت حنبلي وكذا وكذا. نحن نتبع الدليل، إذا لاح الدليل سواء كان مع إمامي أو مع إمامك هو اللي نتبع، ولا نتعصب برأي إمام أو مذهب إمام، بل نتمسك بالحق. نعم. أو طريقة هي طرق الصوفية، لأن الصوفية من عادتهم لهم طرق، كل طائفة لها طريقة ولها شيخ، يتعصبون لهذه الأشياء، نقشبندي، تيكاني، برهاني، قادري، إلى غير ذلك، لهم طرق كثيرة. الإسلام ما به انقسامات، الإسلام هو الإسلام والمسلمون إخوة، ما فيه نقشبندي وقادري وبرهاني وختمي ومدري ايش، كل هذه من كيد الشيطان في المسلمين. الواجب ان المسلمين يكونون جماعة واحدة، وان يعملوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عليه سلفهم الصالح، هذا هو الواجب على المسلمين. نعم. قال رحمه الله: هو من أذى الجاهلية. كل هذه الأمور يقول شيخ الإسلام من عزاء الجاهلية، من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهنئ به ولا تكفر. نعم. بل لما اختصر المهاجرين الأنصار فقال المهاجرين ولا كان المهاجرين، وقال الأنصاري يا الأنصار. قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. مع أن لفظ المهاجرين لفظ شرعي، ولفظ الأنصار لفظ شرعي، المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم، لكن ما يجوز لنا أننا نعتزي بالأنصار أو بالمهاجرين. المهاجرون والأنصار إخوة، جماعة واحد، ما نفرق بينهم وننتسب لبعضهم كلهم إخواننا. نعم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم. باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. باب الدخول في الإسلام كله، بمعنى أنك تتقبل الإسلام كله ولا تأخذ بعضه وتترك البعض، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام، ادخلوا في السلم يعني في الإسلام كافة، اقبلوه كله ولا تأخذوا بعضه، تتركوا البعض الآخر، فإن من فعل ذلك فإنه كافر بالإسلام. قال سبحانه وتعالى: إن الذين قال سبحانه وتعالى: إن الذين ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. الذي يؤمن ببعض الكتاب أو بعض الإسلام ويكفر بالبعض الآخر هذا كافر بالجميع، كافر بالجميع. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك فيكم إلا خزي في الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فالواجب أن المسلم يقبل الإسلام كله، يعمل بما يستطيع منه، لكن يؤمن به كله. أما أنه يؤمن ببعضه ويكفر ببعض الآخر لا يجوز هذا، أو ما يأخذ من الإسلام إلا ما وافق هواه وما خالف هواه تركه، هذا لا يجوز. فيقبل الإسلام جميعا ويؤمن بالإسلام كله. نعم. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بالسلم كافة، يعني جميع، يعني جميع الإسلام، ما تأخذ بعضه وتترك بعضه حسب هواه، حسب رغبة أو اللي يرضي فلان أو يرضي فلان. لا، الإسلام كله وحده متكامل. نعم. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية. نعم. ومن الدخول في الإسلام كافة تحكيم الشريعة، هذا من أمور الإسلام. فالذي يدعي أنه مسلم ولكنه يعزل الشريعة عن الحكم بحكم القوانين هذا ليس بمسلم. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون، قال يزعمون بل على أن دعواهم الإيمان ليست صحيحة، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فلا بد من الحكم بما أنزل الله. أما الذي يقصي الحكم بما أنزل الله نهائيا يجعل محل القوانين هذا ليس بمسلم وإن كان يزعم أنه مسلم. هذا في القرآن: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. يريدون، شوف، يريدون، نية فقط، القلب. فكيف إذا نفعل؟ الأمر أشد. إذا نوى بقلبه فهو ليس بمؤمن، فكيف إذا نفذ هذا؟ نعم. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نعم، هذا فيه النهي عن التفرق في الدين، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أي أحزابا وجماعات. المسلمون جماعة واحدة، حزب واحد، هم حزب الله وجند الله، لا ينقسمون إلى أحزاب وإلى جماعات وكل يدعو إلى حزبه أو إلى جماعته ويضلل الآخرين ويتنقص الآخرين. هذا لا يجوز بين المسلمين، هذا من أمور الجاهلية، المسلمون يد واحدة، جماعة واحدة، حزب واحد، وإذا اختلفوا يرجعون إلى الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالواجب على المسلمين أن يكونوا جماعة واحدة، حزبا واحدا، وإذا اختلفوا يتحاكمون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقولون لا، كل واحد منا يبقى على ما هو عليه ولا أحد منا يرجع عما هو عليه. هذا لا يجوز، هذا نمط الجاهلية. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنه: لست منهم في شيء. هذه براءة، هذه براءة، برأ الله رسوله صلى الله عليه وسلم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني جماعات. المسلمون جماعة واحدة، لا انقسام ولا تفرق، والنزاع والخلاف سيحصل، لكن يحسم بالتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان معه الصواب رجعنا معه، ومن كان على خطأ يرجع عن خطأه ولا يتعصب لرأيه أو حزبه أو جماعة. هذا شأن المسلمين. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الآية: تبيض وجوه أهل السنة والاختلاف وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. نعم، لأن هذه الآية بعد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا محل الشاهد، اعتصموا بحبل الله جميعا. حبل الله هو القرآن والإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تفرقوا، نهى عن التفرق. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا، نهى عن التفرق في أول الآيات: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم نهى عن التشبه بالأمم السابقة الذين تفرقوا في دينهم: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. يختلفون يتفرقون وهو عندهم الوحي المنزل ولا يتحاكمون إليه، بل كل يتعصب لرأيه. وأولئك لهم عذاب عظيم. الذين تفرقوا واختلفوا وتركوا تحكيم ما أنزل الله بينهم، لم يرجعوا لحسم الخلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله، بل كل بقي على مذهبه وتركوا الكتاب المنزل واكتفوا بمناهجهم وبمذاهبهم وبأقوالهم، اكتفوا بهذا. أولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. هذا مآلهم يوم القيامة. فالذين يبقون على اختلافهم ويتعصبون بآرائهم تسود وجوههم يوم القيامة، والذين اجتمعوا على الحق حسموا نزاعهم بالدليل، هؤلاء تبيض وجوههم يوم القيامة. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل خلو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان من أمتي من يصنع ذلك. هذا من باب التحذير منه صلى الله عليه وسلم، هذا الإخبار معناه التحذير من هذا الذي سيقع في آخر الزمان، تحذير الأمة، وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته وشفقته بهم، أنه أخبرهم عما يحصل وبين لهم كيف النجاة منه. بنو إسرائيل تفرقوا واختلفوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة. هذا في بني إسرائيل، ما دام هذا حصل لبني إسرائيل فسيحصل لهذه الأمة من يقلدهم، وقد حصل. لكن عند حدوثه يجب على المسلم أن لا يتعصب، وإنما يحرص على الدليل واتباع الكتاب والسنة حتى ينجو من هذه الفتنة وهذا الشر وهذا الاختلاف. فهذا خبر معناه التحذير، وهو من معجزاته صلى الله عليه وسلم. أخبر أنه سيوجد من يتشبه باليهود والنصارى حتى في أتفه الأشياء. لو كان في اليهود والنصارى من يأتي أمة، يعني يجامع أمة، لوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك. وفي الحديث الآخر: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذا فيه التحذير من التشبه باليهود والنصارى، وأنه خطر عظيم على المسلمين. نعم. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. نعم. أخبر صلى الله عليه وسلم أن يوجد في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى، وأن اليهود والنصارى افترقوا إلى 71 فرقة، النصارى إلى 72. هذه الأمة ستزيد تفترق إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهي التي بقيت على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلا نجاة من النار إلا باتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن لم يكن كذلك فهو في النار، إما لكفره وإما لضلاله. هم كل الفرق كافرة، بعضها كافر وبعضها دون الكفر، لكن كلها متوعدة بالنار لكفرها أو لضلالها. نعم. فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله: ما أنا عليه وأصحابي. نعم. ليتأمل المسلم الناصح لنفسه كلام الصادق، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم صادق فيما أخبر به، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. المصدوق من الله هو الذي أخبره بذلك، فهو صادق وهو مصدوق، صادق فيما أخبر به ومصدوق فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام. يتأمل المسلم هذا، يتأمل اللبيب العاقل هذا الأمر، وأنه لا بد أن يحدث ولا نجاة منه إلا بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا يستدعي منا أننا نتعلم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما كل يدعي أنه على ما كان عليه الرسول وأصحابه وهو جاهل ولا يدري، أو يدري ولكنه متعمد للخطأ، هذا لا يصح أبدا ولا يجوز. لا بد من أن نتعلم ونعرف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى نتمسك به ولا نلتفت إلى سواه. نعم. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. موعظة الرسول صلى الله عليه وسلم لو وافقت من القلوب حياة لكان للقلوب معها شأن بالاعتبار والامتثال والحرص على معرفة الحق والعمل به، وأن لا يكون الإنسان إمعة مع الناس أينما كان، بل يكون مع الحق دائما وابدا، ولا يقلد لغير هدى تقليد الأعمى. عليه أنه يعرف الحق أولا ثم يعمل به ويدعو إليه، هذا هو الواجب على كل مسلم. أما أن نقول دعوا الناس حرية الرأي والرأي الآخر، لا تحجرون على الناس، لا تضيقون على الناس، هذا كلام باطل، هذا كلام أهل الضلال والعياذ بالله، هذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. الواجب أننا ندعو الناس إلى الصواب وإلى الحق، ما نضرهم على ضلالهم وعلى ما هم عليه من حرية الرأي. ما في حرية رأي في الكتاب والسنة، لو كان في حرية رأي ما احتجنا إلى الرسل ولا احتجنا إلى الكتب، كل يتبع رأيه وكل يتبع عقله. الرأي إذا خالف الوحي يجب أن يترك الرأي إذا خالف الوحي. أما إذا وافق الوحي الحمد لله. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف، أو لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى الخف. الدين ما هو الرأي، اتباع. ويقول عمر رضي الله عنه يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجتهد ولا آل. بقصة الحديبية لما تم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، وكان من بنوده أن من جاء من الكفار إلى المسلمين مسلما أن المسلمين يردونه على الكفار موجب العهد، ومن ذهب إلى الكفار لا يردونه، من ذهب من المسلمين إلى الكفار لا يردونه، هذا من الذنوب. شق هذا على عمر أنه ما يعرف العواقب، كيف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذهب منا إليهم فلا خير به، من ذهب من المسلمين إلى الكفار لا خير به، لا يرجع، ومن جاء من المسلمين إلى المسلمين وردوه فسيجعل الله له فرجا ومخرجا، من يتق الله يجعل له مخرجا. ثم بعد ذلك تبين الحق وأن هذا الصلح هو في غاية المصلحة للمسلمين، لأنه كف أذى الكفار عن المسلمين وسمحوا للمسلمين بالهجرة، وكثر المهاجرون، والحرب وضعت أوزارها، وصار المسلمون يدعون إلى الله عز وجل ولا أحد يعترضهم، فسماه الله فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا هو صلح الحديبية. وعمر يقول لو كان الدين بالرأي، يقول يتهم الرأي في الدين. فلو رأيتني يوم أبي جندل، أبو جندل بن سهيل بن عمرو جاء من مسلما يرسه في قيوده، يريد المسلمين أنهم ينقذونه. الرسول رده بموجب العهد، رده مع أبيه سهيل بن عمرو بموجب العهد، وهو يصيح يصرخ، لأن الرسول يفي بالعهود عليه الصلاة والسلام. لو رأيتني يوم أبي جندل، يعني يوم جاء أبو جندل يريد النصرة من المسلمين، ورده الرسول إلى الكفار. وكانت العاقبة حميدة لها، لكن لم تظهر لعمر إلا بعدين. الدين ما الرأي ما له دخل في الدين أبدا. نعم. رواه الترمذي ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، ولكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخل من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. أنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى من تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وقد تقدم قوله ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. إن الله جل وعلا نهى عن اتباع الأهواء. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، ختم على سمعه وقلبه، جعل على بصره غشاوة، من يهديه من بعد الله؟ الذي يبلغه الحق ولا يقبله هذا متبع لهواه، ويعاقب بأن الله يختم على قلبه فلا يقبل الحق بعد ذلك والعياذ بالله، عقوبة له. اتباع الهوى الحق، والواجب على المسلم أن يتبع الحق سواء وافق هواه أو خالف هواه. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيها. الهوى شر. في آخر الزمان تكثر الأهوى في الناس وتتجارى بهم، بمعنى أنها تدخل في عروقهم الأهواء كما يتجارى الكلب، وهو مرض من عضة الكلب، مرض يحدث من عضة الكلب الذي يصاب بالسعار، يسمى هذا الكلب. إذا عضه الكلب فإن ريقه يدخل في جسم الإنسان ويدخل في عروقه وفي جسمه كله، يتجارى في جسمه كله. مثل الأهواء تتجارى في الناس مثل داء الكلب. عفون الكلب الغلاط اللي يسمونه غلاط ولا لا؟ ها؟ الكلب الغلوط وش هو؟ المسحور، الكلب المسحور هذا إذا عض واحد خلاص يدخل في دمه ولا علاج له، لا علاج له، ثم في النهاية يموت، في النهاية يموت والعياذ بالله. كذلك الأهواء مثل داء الكلب، وهذا شيء معروف الآن تشاهدونه في الناس، اتباع أهوائهم والعداوة بينهم بسبب الأهواء لا بسبب الحق. ما يتفرق الناس عليه، إنما يتفرقون الأهواء. أما لو أنهم يريدون الحق لم يتفرقوا أبدا. والآن نبدأ بعرض الأسئلة من الإخوة في عرعر. تفضل الشيخ عواد. ويروى عن ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا، يعني المسلمون كلهم هو بعضهم، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. الذي يخرج عن طاعة ولي أمر المسلمين هذا ليس من الجماعة، بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام. الذي يخرج عن طاعة ولي أمر المسلمين ويخالف جماعة المسلمين ويحمل عليهم السلاح، هذا ليس من الجماعة، هذا من الخوارج الذين خرجوا عن الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول أن البعض يقول أن العلماء يقررون مسائل السمع والطاعة من باب حب الحياة الدنيا وزينتها، وإلا فالأمة جاهزة ومستعدة وفيها طاقات كامنة لتقديم نفسها وبذل مهجها في سبيل الله جل وعلا، فالعلماء هم الذين يقفون حاجزا دون إعلان الجهاد في سبيل الله جل وعلا. الذي أمر بالسمع والطاعة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر بالسمع والطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وحذر من الاختلاف والفرقة، والعلماء يأمرون بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. أوصيكم بتقوى الله، لما طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوصيهم قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم. يا سبحان الله، كيف يقول هذا الرجل إن العلماء هم اللي يأمرون بالسمع والطاعة؟ هذا فخر لهم والحمد لله إنهم يأمرون بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. والأمة لا نجحت، إن الأمة فيها خير إن شاء الله، أمة محمد عليه الصلاة والسلام فيها خير، ولكن من الخير بل رأس الخير السمع والطاعة، السمع والطاعة ولي أمر المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: هل يجوز لعن الخوارج الأحياء أو من مات منهم؟ الله جل وعلا لعن الكافرين، إن الله لعن الكافرين ولعن الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين، ولعن الكاذبين، ونجعل لعنة الله على الكاذبين. فنحن نلعن من لعنه الله ورسوله، نلعن من لعنه الله ورسوله. وأما الخوارج هذا بناء على الرأي فيه، من يرى أنهم كفار فحكمهم حكم الكفار، يدخلون في اللعنة، لعنة الله على الكاذب. أما من رأى أنهم ليسوا كفارا وإنما هم من أهل الضلال فهؤلاء يكونون تحت الوعيد، يكونون تحت الوعيد ولا يلعنون، وإنما يخطئون ويبين للناس ضلالهم وخطأهم، ويدعون إلى التوبة وإلى الرجوع إلى الحق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: أرجو قراءة السؤال على فضيلة الشيخ كما كتبته، وإلا فوالله ما جعلتم في حل وأنا خصيمك بين يدي الله عز وجل. السؤال: فضيلة الشيخ، ما موقفنا نحن وقد أنا قرأت، لأن كثير من الأسئلة حفظك الله ترد إلي بهذه الصيغة، وبعضهم يصدرها ويقول: أسألك بالله العظيم أن تعرض هذا السؤال على فضيلة الشيخ، وأنا قرأت قصدا لأجل هل أنا ملزم بقراءة مثل هذه الأسئلة أم لا؟ الذي ترى أن فيه خير للمستمعين للمسلمين تقرأ، والذي ترى ما فيه فائدة تتركه، أو أن إعلانه للناس ما هو مناسب تتركه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المسعري والفقيه وأسامة بن لادن يسمون ممن فارق الجماعة؟ وما رأيكم بمن يقول أن الشيخ ابن باز لم يتكلم في أسامة بن لادن، والفتوى المنسوبة للشيخ مكذوبة عليه، ويحتج كثيرا بهذه المقولة؟ أما الفقيه وأسامة بن لادن والمسعري أنتم تحكمون عليهم من أفعالهم وأقوالهم، تحكمون عليهم من أفعالهم وأقوالهم وهي موجودة، لا تكذبوا عليهم، ولكن احكموا عليهم بما ظهر منهم من التصرفات. وأما أن الفتوى مكتوبة على الشيخ فهذا هو الكذب، الكاذب هو اللي يقول إنها مكذوبة، ليست مكذوبة، ونحن سمعناها من الشيخ، سمعناها من الشيخ رحمه الله، وكتبت في فتاواه، وقرئت عليه وهو حي، وقرئت الفتاوى بعد وفاته على المشايخ وأقروها، بل يقول إنها مكذوبة هو الكاذب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفرق كلها في النار والأحاديث التي فيها أن ما دون الشرك صاحبها تحت المشيئة وقد يغفر الله جل وعلا له الذنب؟ لا تعارض بيننا، هو متوعد في النار وهو تحت المشيئة، هو متوعد في النار وهو تحت المشيئة، إن شاء الله نفذ فيه الوعيد وإن شاء غفر له، فلا تعارض بين هذا وهذا. نعم. أسأل الله جل وعلا أن يعظم لكم الأجر والمثوبة فضيلة الشيخ. ونستجيبكم لطرح الأسئلة. يقول السائل: يزعم بعض الناس أن ترك الرسول صلى الله عليه وسلم لجهاد الكفار في بداية البعثة وحتى الهجرة إلى المدينة أن ذلك بسبب عدم مشروعية الجهاد في تلك الفترة، وليس بضعف المسلمين وعدم قدرتهم. نرجو التوضيح وفقكم الله ونفع بكم المسلمين. نعم، هو عدم مشروعية الجهاد. لكن لماذا لم يشرع الجهاد؟ لأن المسلمين لا يستطيعونه في تلك الفترة. ترك الجهاد في مكة لأنه لم يشرع. لماذا لم يشرع؟ لأن المسلمين لا يستطيعون الجهاد في تلك الفترة. نعم. يقول السائل: هل الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة والجماعة أم هم خارجون عن أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة ما يدعوا، إنما حقيقة قال صلى الله عليه وسلم: من كان على ما أنا عليه وأصحابه. وهل الرسول وأصحابه ينفون صفات الله عز وجل؟ هل هم ينفون الأسماء والصفات؟ حاشا وكلا. فمن خالف ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الأسماء والصفات أو في التوحيد أو في أي مسألة من مسائل الدين فهو ليس من أهل السنة والجماعة فيما خالف فيه. قد يكون منهم فيما وافق فيه أهل السنة والجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك من يؤمن بكامل الإسلام وشرائعه ولكنه في بعض الأمور يعصي الله، هل ينطبق عليه الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض؟ الإيمان غير العمل، الإيمان بالقلب. إذا كان يعتقد بعض الكتاب ولا يعتقد البعض الآخر أو يشك فيه، هذا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. أما العمل فقد يكون كفرا، قد يكون العمل كفرا، وقد يكون فسقا، قد يكون معصية، يختلف. إذا لم يستحل ما حرم الله ولم يحرم ما أحل الله، وإنما يرتكب بعض المخالفات لهوى وشهوة فقط، وهو يعتقد تحريم ما حرم الله وحل ما أحل الله، هذا ليس بكافر، هذا عاصي ومعصيته قد تكون كبيرة قد تكون صغيرة على حسب المخالفة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك من يقول بأن حديث الفرقة الناجية غير موجود في الصحاح، وأنه لم يتفق على صحته، وأن هناك من ضعفه فلا يجوز الاستشهاد به، فما قول سماحتكم في هذا؟ هذا من الحديث لازم يكون في الصحيحين، دوام السنة ولله الحمد لا موجودة ولا يحتج بها. لو كان ما يصح إلا ما في الصحيحين ما ألف العلماء هذه الكتب، السنن والمسانيد وتعبوا كم يقتصرون على الصحيحين. فالكلام هذا ما هو جيد، والحديث وإن ضعف بعض الأحاديث شخص يصححها أشخاص آخرون، وينظر أيهما الذي على الصواب، هل هو المصحح ولا المضاعف؟ هذه القضية أنه ضعف فلان وخلاص يطرح، لا، ينظر فيه. هذا شأن العلماء، ما هو شأن المتعالمين والجهال، هم اللي يصححون ويضعفون ويحتجون ويرون الاستجابة. هذا من شأن أهل العلم البصيرة الراسخين بالعلم. نعم. نشكر الإخوة في الجوع، ولضيق الوقت نعرض الأسئلة في الرياض حفظكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: سمعنا وما زلنا نسمع عن الجماعات الإسلامية المنتشرة في العالم، سواء كانت خارج المملكة أو في داخلها، يقول مثل جماعة التبليغ وجماعة الإخوان وجماعة السرورية وجماعة أنصار السنة إلى آخره وغيرها من الجماعات، مما سبب إشكالا كبيرا على طالب العلم. وسؤالي هنا فضيلة الشيخ: هل هذه الجماعات بصفة عامة على حق أم على بدعة وضلال؟ ويسأل يقول: وهل الجماعات الموجودة داخل هذا البلد هي نفس الجماعات في خارجه من حيث الجملة والتفصيل؟ ويقول: وهل تعتبر هذه الجماعات من الفرق التي أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة؟ وهل يطلق عليها مسمى جماعة أم فرقة؟ وهل التعصب لجماعة من الجماعات يعتبر فرقة؟ وأخيرا، ما هو حكم الانتماء إلى هذه الجماعات؟ هذا سؤال طويل وخاصه، أما الجواب عنه أن نقول: الاختلاف موجود بلا شك في هذه البلاد وفي غيرها، وقديما وحديثا الاختلاف موجود، ولكن الشأن في الرجوع إلى معرفة الحق مع ما الذي يضمن لنا بيان الحق؟ الذي يضمن لنا هذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف الصالح. فنحن نرجع أمر هذه الجماعات وهذه الفرق، نرجعها إلى الكتاب والسنة. الله جل وعلا ما تركنا عملا تركنا للاختلاف، بل أنزل إلينا الكتاب وأرسل إلينا رسولا وأمرنا بالرجوع إلى كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحمد لله عندنا ما يبين لنا الحق إذا كنا نريد الحق. أما الذي لا يريد الحق وإنما يريد التعصب لرأيه أو لجماعته أو لحزبه، هذا حسابه على ذلك. لكن الذي يريد الحق هذا الكتاب والسنة، والحمد لله. وسؤال أهل العلم، اللي ما يعرف يأخذ من الكتاب والسنة يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. الأمور مضبوطة ولله الحمد، وهذه تدخل كل اختلاف يدخل فيه. أو لبين تنازعهم في شيء يدخل فيه كل اختلاف، كل جماعة تدخل بهذا. فإن تنازعهم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ذلك خير وأحسن تأويل. الواجب على كل مسلم أن يراجع الكتاب والسنة، إن كان محسن المراجعة، وإن كان لا يحسن عليه أن يسأل أهل العلم الموجودين الذين يعلمون الحق من الباطل. نعم. أحسن الله إليكم. الأسئلة هنا كثيرة، ولكن نفتح المجال لسؤال واحد. ومعنا الأمير خالد بن طلال يرغب في عرض سؤاله مباشرة. فضيلة الشيخ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الشيخ جزاك الله خير وجزا الله خير مشايخ وخاصة الشيخ من عرعر وطلاب العلم من عرعر عن الأسئلة الواضحة والصريحة التي المفروض أن يربي عليها علماءنا شرواك كي يكشفون الشبهات، وأحث الذين يسلمون الأسئلة أن لا يحجبون هذه الأسئلة على علمائنا، لأنهم يتبعون ويردون مما هو في الكتاب والسنة والسلف الصالح. السؤال الله يسلمك: في الحديث من نصفه أنها كلما خرج عن دعوة الإسلام وقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة إلى آخره. وثم في نهاية الحديث الآخر كلهم في النار إلا ملة واحدة. ففي الحديثين هذه الله يسلمك لو توضحوا لنا معالي الشيخ أنها كثير من الجماعات والمذاهب من الصوفية والرافضة وما يدعون بالمالكية وإلى آخره يظهرون، فيجب علينا أو بأن نوضح لهم من نحن من جماعة الكتاب والسنة، وإذا لم نوضح أنفسنا فاختلطنا بالآخرين. وأظن هناك بالحديثين فيه ليس تناقض، ولكن لو توضحنا الاختلاف في الحديثين والتعليق على ما ذكرته جزاك الله خير. أما الكلام الأول فليس حديثا، إنما هو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية اللي من تعصب المذهب أو بلد أو قبيلة أو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وليس حديثا. وأما حديث الاختلاف الذي سيقع هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والواجب عند الاختلاف أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لنعرف الحق من الصواب، نعرف الحق من الباطل والصواب من الخطأ، فنأخذ بالحق والصواب ونترك الخطأ والضلال. هذا هو واجب كل مسلم. أما من لم يرجع فإنه من أصحاب الهوى، من تبين له الكتاب والسنة ولم يرجع عن قوله فإنه يكون من أهل الأهواء ومن أهل الضلال والعياذ بالله. ولا اختلاف بين الأحاديث في هذا، كلها يفسر بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا، حاصلها أنه لا بد يحصل خلاف في هذه الأمة كما حصل في الأمم قبلها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن نعمل ما عملته الأمم حينما اختلفت، وذلك بأن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله، نحسب الخلاف فيما بيننا، نحن جماعة واحدة وأمة واحدة، كتابنا واحد ونبينا واحد وديننا واحد، فلماذا لا نختلف وعندنا الكتاب والسنة؟ الواجب أننا نحسن ذلك ونقبل الحق ولو خالف أهواءنا، فإن العاقبة الحميدة في الحق وإن خالف أهواءنا، والعاقبة السيئة في الخطأ وإن وافق أهواءنا وشهواتنا. يجب علينا أن نعرف هذا، لا سيما ونحن الآن في زمان نمر فيه الاختلاف والتفرق، لكن الحمد لله أن الله جعل لنا ما نرجع إليه ونعتصم به من هذا الاختلاف، وهو الكتاب والسنة. إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنته. هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم، نفتح المجال للإخوة في الطائف لعرض الأسئلة. تفضل شيخ هلال. بارك الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما معنى لفظ دقة الإسلام المذكور في حديث خالد رضي الله عنه؟ هذا من باب التشبيه، يعني من عادة العرب أنهم يقطون البهائم خصوصا الصغار في رقابها، يجعلون له رد، يسمونها الرد، يجمعونهم في رباط واحد، كل واحد يدخل في رقبته منه شيء، تكون المجتمعة. فمن خرج عن الجماعة فهو مثل البهيمة الصغيرة التي خلعت الرد من رقبتها، تضيع ويأكلها الذئب، تضيع أو يأكلها الصغار. وكذلك من فارق الجماعة وهو مثل هذه البهيمة التي خلعت من عنقها وتعرضت للأخطار. هذا من باب التشبيه التوضيحي منه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قل متى يكون الجهاد على المسلمين ضد الكافرين فرض عين مع ما نراه من تسلط المشركين وضعف المسلمين؟ وما هي ضوابط الخروج إلى الجهاد في بعض البلدان التي يقوم بها الجهاد في الشام والعراق والفلسطين وغيرها من بلاد المسلمين؟ أولا نعلم أن الجهاد كما في كتب العقائد الجهاد من صلاحيات إمام المسلمين، هو الذي يقود الجهاد بنظم الجيوش والسرايا، وهو الذي يرتبها ويتابعها، فهو من صلاحيات الإمام إمام المسلمين. وهذا موجود في العقائد، كل عقيدة الطحاوية الواسطية أو غيرها يقول الجهاد مع كل إمام برا كان أو فاجرا إلى أن تقوم الساعة. هذا نعرف، لابد نعرفه، ما هو الجهاد فوضى كل من أراد أن يأخذ سلاحه ويقتل ويدمر ويعكف في الأرض فسادا، هذا ما هو جهاد، هذه فوضى، هذه ناحية. الناحية الثانية أن الجهاد يكون فرض عين في ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا حصر بلده عدو يجب على كل من يستطيع الجهاد أن يدافع عن البلد والحرمات. مسألة الثانية إذا حضر المعركة فلا يجوز له أن يفر وهو يستطيع الجهاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عد الفرار من الزحف من الكبائر، كما في الحديث فرار من الزحف. الصورة الثالثة إذا استنفره الإمام، إذا أمر الإمام عليه أن يغزو مع المجاهدين يجب عليه الامتثال إذا كان يستطيع، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيكم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا بالآخرة إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا الله على كل شيء. هذه الثلاث يكون الجهاد فيها فرض عين. نعم. أحسن الله إليكم. قل هل يصح الاستدلال بقوله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر؟ الآية. إلا على قوم، أكملت الآية، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق إذا استنصر بنا المسلمون لننصرهم على عدوهم يجب علينا النصر، إلا بمسألة إذا كان القوم الذين يستنصروننا عليهم بيننا وبينهم عهد لا نساعدهم عليهم، لأن هذا نقض للعهد. إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. نعم. تبارك الله. من حكمه الذي لا يرى بيعة الوليد بيعة ولا سمع ولا طاعة كان بلادنا؟ هذا ليس من جماعة المسلمين. لما يرى بيعة ولا إمام هذا ليس من المسلمين، ليس من جماعة المسلمين. المسلمون يرون البيعة ويرون الجماعة ولا يفارقونها ويلتزمون بالسمع والطاعة. نعم. جزاكم الله على أسئلة حدثت عن طريق الإنترنت من العراق وهي طويلة حقيقة، نعرض من سؤالين فقط وبعد درس آخر إن شاء الله. السؤال الأول: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: العدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه فلا يشترط له الشر بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء. ارجو بيان معنى قوله رحمه الله: فلا يشترط له الشر بل يدفع بحسب الامكان، وهل هناك فرق بين حال عدو الابناء الصالح ومدافعته للبلد المسلم وبين حال الابناء احتلاله وسيطرته على ذلك البلد من حيث وجوب الدفع والظروف؟ هذا مثل ما قلنا، اذا حاصر البلد عدو وللمسلمين قدره على مدافعته يجب عليهم مدافعته، أما إذا كان ما عنده قدرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كان عندهم قدرة يجب عليهم متابعتهم، كان ما عندهم قدرة فالله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. رحمه الله. هل يجب أو يحق لطلبة العلم في البلد المختلف أن يفتوا للناس بالنوافل ومسائل الجهاد عند غياب أهل العلم في بلد وتعرضوا للاتصال بغيرهم في حال البلد قبل بيان ذلك؟ ما يجوز أن يفتي إلا أهل العلم، ما يجوز أن يفتي المسائل ولا سيما مسائل الإصدار، مسائل العامة والمصيرية ما يجوز أن يفتي فيها إلا أهل العلم. أيضا ما يفترض بها عالم واحد في هذا الزمان، لا بد يكون فيه جهة فتوى، هيئة علمية يجتمع فيها العلماء ويتداولون الأمر، كما قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو من الخوف أذاعوه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. لا بد أن هذا يعرض على الجماعة من العلماء من المفتين المغلوطين بعلمهم وتقواهم. جماعة عمر رضي الله عنه إذا جاءت مهمة جمع لها المهاجرين والأنصار، وهو عمر ما يبتدأ فيها، هو يجمع المهاجرين والأنصار يستشيرهم في هذا الأمر في الأمور المصيرية. أما المسائل الفردية فمن كان عنده علم وسأله سائل سؤالا خاصا به هو فإنه يفتيه بما عنده من العلم. أما الأمور العامة فلا يفتي فيها إلا أهل العلم والرأي وأهل الثقة الذين يجتهدون في المسألة ويتداولونها، ربما يكون عند بعضهم ما ليس عند الآخر، يتعاونون في حلها مشكلات ومعضلات. هذا الأمور سهلة. نعم. أدرك الله ويبشر الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.